والله يا بنتي، لو طلعت وقلت ان الفيديو اللي متسرب لي ده مش انا ودي واحدة تانية اصلا، وانا ما بعملش اصلا فوتوشوب ولا بعمل حاجة، كان اكرم لك بكتير من شوية العبط اللي بتقوليهم دول. جدا عايزة اسأل سؤال ومش هجيب سيرة الموضوع ده تاني، هي ليه بتتك في الكلام قوي على كلمة عز جوزي وخير جوزي؟ هل ده احداث جواز؟ يعني هي كانت فاكرة نفسها مش هتتجوز فاتجوزت يا حرام، ولا عشان هي عارفة وكلنا عارفين ان هو اصلا ما بيصرفش وهي اللي بتصرف عليه بشهادة طليقته؟ بعدين انتي اصلا متجوزه من اسبوعين اتنين، لحقتي بقى عز جوزي وخير جوزي والجو ده؟ انتي اصلا بتعملي ايديتنج من زمان جدا، من قبل ما تتجوزي بكتير، ايه دخل جوزك اصلا في الموضوع؟ بعدين ايه علاقه العز والفلوس بالفوتوشوب؟ انا عايزه افهم. قصدك يعني اللي ما بيستخدموش فوتوشوب كتير ما معهمش فلوس يعملوا ده؟ يمكن يا ستي معاهم فلوس ومش عايزين يعملوا عادي. يمكن حلوين كده رباني مش عايزين يعدلوا على خلقه ربنا عادي برضه. طب لما القلوظه والقلبظه عجباكي قوي كده، ليه بتعملي فوتوشوب وبتعملي مجهود فظيع عشان تباني ارفع من شكلك الحقيقي؟ ما القلوظه والقلبظه حلوه وبتدل على العز والخير الكتير، فليه؟ واخيرا كل واحد حر في حياته يا جماعه، يعمل اللي هو عايزه، يعمل فوتوشوب ما يعملش، يطلع يبرر ما يبررش، انا ماليش دعوه وعمري ما هتكلم على حد تاني خالص بعد كده، وكفايه كده، ما تتكلموش عليها تاني ولا على اي حد، وسيبوا الناس في حالها، وانا عن نفسي مش هعمل كده تاني.